السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. في الفيديو تاع اليوم حندير لكم على الغانساج اللي سنيته بزاف 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 وسقسيتوني عليه بزاف، والاسئله اللي جوني كاع عليه. هو الصراحه ما كاش فيديو جاني صعيب باش نطبقه قد هذا تاع الغانساج. باش نوصل لكم المعلومه، اصعب حاجه هي باش توصل المعلومه الواحد، لانه كان بزاف طرق وعدة طرق اللي تديري بهم الرانساج، والمبتدئات يجيهم صعيب. يعني ناخذ مثال لون البلاتيني، باش تحصلي على اللون البلاتيني برك كاين عدة طرق، بالرانساج ولا بالصبغة ولا بالشامبوان البنفسجي، كاين بزاف بزاف طرق، ولا الاصفر الباهت ولا الذهبي كاين بزاف. نعطيكم مثال، يعني الا خديت لكم من ديرك في الرانساج، خديت لكم الصبغه من مثلا نقولوا 6 ولا 3 ولا 4 ولا 5، هذوما الاعداد. يعني كل ما كان الارقام هذوما هابطين، كل ما يلزم السرعه في الرانساج. تم لازم تكوني قدام الماء باش تغسلي شعرك، يلزم السرعه كبيره. او نقدر ندير لكم، وكل ما طلعنا في الارقام مثلا 8 9 10، يعني كل ما طلعنا في الارقام كل ما كانت يعني تقل السرعه تاعك. ثم حندير لكم هذا الرانساج بصفه عامه، وندير لكم بعض الطرق ماشي كاع، لان الصبغه راهي بحر، ماشي بحر. يعني كل واحد كي طريقته في الخدمه، كل واحد كيفاش يوصل هذيك اللون، كل واحد وكيفه. انا يا حندير لكم طريقه اللي تساعد مام المبتدئات. اول حاجه اللي نبدا بها نتعرف لكم شنو هو الرانساج، خاطر كاين اسئله اللي تجيني تقولي وشنو هو الفائده من الرانساج، ما يعرفوش اصلا شنو هو الرانساج. الرانساج هو اخفاء العيوب، يعني الالوان الغير مرغوب فيها. الالوان الغير مرغوب فيها هي اللي نحوها بالرانساج، مثلا البرتقالي، الاحمر شغل نحاسي، يعني هذوما الالوان الغير مرغوب فيها هما اللي نحوهم بالرانساج، او اطفاء اللون. مثلا يجونا لون كيما لون تاع الاصفر تاع الموز، ولا الاصفر حنا نحبوه اصفر باهت ولا بلاتيني ولا رمادي، نطفيوه بالرانساج. وكيما تعرفوا الرانساج هو نديرو صبغه اللي رانا حابينها، اي صبغه زائد الاكسجين زائد يعني شامبوان او البلسم. والكميه تاع الرانساج هي على حسب طول الشعر، ديري على حسب طول الشعر باش الاسئله هادو ما يعاودوش يسقسوهم لي، راني نطرح فيهم دوكا باش ما تسقسونيش في لي كومونتير. والمده تاع الرانساج تتراوح من 5 إلى 10 دقائق على حسب اللون. غير تشوفي الالوان الغير مرغوب فيها راحت ولا طفالك هذاك اللون، تغسلي اللون، ما عديش مده، عينك هي ميزانك كيما نقولوا حنا بالعاميه تاعنا. وكيما تعرفوا المده تاع الرانساج شحال تقعد الرانساج في الشعر، يروح مع الغسيل المتكرر تاع الشعر، ثم لازم يتعاود، والمده تاعو يتعاود على حسب انت شحال تغسلي شعرك من خطره. تقدري تعوديه كل اسبوع او كل اسبوعين، انت على حساب شحال تغسلي شعرك في الاسبوع. يعني كي الشامبوان البنفسجي كي هذا الرانساج اللي حنديرهم لكم دوكا، يلزم لك حمامات زيت، يلزم لك لي ماسك لشعرك باش نتفهموا. يعني ما نقولوش بلي حديري الرانساج سي بون شعرك ما حش حينشف، ما كاش حاجه صبغه او عفسه ديريها في شعرك بس نشف لك شعرك باش نتفهموا. والطريقه تاع الرانساج كيفاش استعمليه، مثل ما ديري الشامبوان في شعرك، كيما تغسلي الشامبوان في شعرك ديريه تمتم، ترغوني الشعر، تقعدي تفركي في الشعر حتى يروحوا الالوان الغير مرغوب فيها، من بعد تغسليه. هذه هي الطريقه تاع الرانساج. ويستعمل تاني الرانساج على شعر يكون مبلول، يعني راكي درتي ليماش او خصل او هايلايت او بالياش الى اخره، من بعدها راكي غسلتي شعرك من الصبغه وهو مشمخ هكاك بالماء قبل ما ديري الشامبو في شعرك،
ديري الرنساج تاعك هذايا او الشامبو البنفسجي باش نتفهمه. كاين نقطه ثانيه وهدرت لكمش عليها هي دائره الالوان. يعني صراحه دا كل ما نقول ندير لكم هذاك الفيديو ما مش عارفه كيفاش ننساه. هذيك دائره الالوان هي مهمه للغايه. هي صراحه ونام يديروا ونام يعلموا الصبغات ما يهدروش عليها للاسف الشديد. هي مهمة جدا في صبغات الشعر وفي تصحيح الألوان. يعني كي تشوفوا البنفسجي يقابل الأصفر حبي يقول كي يكون عندك لون أصفر ديري له بنفسجي حينحي لك هذاك اللون الأصفر. كي تشوفي لون أخضر يقابل الأحمر يعني في الأحمر يدري الأخضر يروح لك هذاك الأحمر إلى آخره. هادوك ما فيهم يعني ما جاوش هكذاك برك. كاين عندنا كيما الصبغه تاع ماجيغيل، لا لا غام تاع ماجيغيل لوريال، لا مارك لوريال، فيها هذوما الالوان الاخضر الازرق الاصفر الى اخره. هذوما مكثفات اللون. كي تحبي تصبغي نقولوا مثال تحبي تصبغي الوان توعك في الاحمر، نقولوا تحبي تصبغي الوان توعك في الاحمر وتحبي هذاك اللون يشد لك مده طويله ويقعد لك، ديري مثل حبة الحمص مع الصبغة تاعك تاع اللون الأحمر يعتبر كمكثف اللون، يولي يعزز لك هذاك اللون ويولي يبان. هذوما النقاط كاع اكتبوهم باش تشفاو عليهم. أو في الرنساج تستعملي مثلا اللون الأزرق أو البنفسجي أو 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 إلى آخره. هادوك ينحونا الألوان الغير مرغوب فيها مثل البنفسجي نحينا الأصفر، الأزرق ينحينا البرتقالي. هادو ما جاوش هكذاك برك نستعملوهم، سما لازم واحد يستعملهم. أنا يا حندير لكم بالصبغات اللي عندنا هنايا، يعني دوك نوري لكم سحب اللون هذا اللي كيفاش درته، تشوفوا المراحل تاعو. كيما راكم تشوفوا درت لا بودغ البلوندور يعني مع لوكسيدون. هذه خاطر هضرنا عليها داك ما عاودش نوري نهضر عليها بلي مكيال ومكيالين. هذه خلاص سي بون دزناها. هندير لكم سحب لون في هذا الشعر ناتشورال. هاوليك هدايا طبيعي، شعر طبيعي هاوليك، حندير عليه سحب لون نخليه يتفاعل. دوك نغطيه من بعد كي يخرج اللون نولي ليكم. شوفوا البنات المراحل اللي جوز بهم ليما. شوفوا زعما ندير لكم هكا شعره صغيره هكا ونحي لها، ندير الفلاش ما نعرف لو يبان لكم، ونحي لها ليماش. كاين بزاف اللي يديروا هكا ليماش كم 10 دقائق الاولين ويغسلوا زعما باش يقعد لهم في الميال. مي انا الطريقه تاعي لا خاطش كي تخليهم هكا لا كولور ما تعجبنيش انا، ما باليش كل وحده وكيفاش تخدم. انا جو بريفير نخليهم حتى يروح لهم صفر، من بعد نصبغ فوقهم الميال باش مام لو كان يغسلوا يولي لهم لي مشابين، مام كي يحولوا ما يقعدوش لا كولور هكا. وحده كيف كل وحده كيفاش تخدم. المهم شوفوا كيما هكا كي راكم تشوفوا تدو الشعره تتوسوسوا تدو الشعره هكا تجبدوها وتزيدوا تشوفوا وين رانا واصلين. امسحوا هكا مش عارفه داو يبان لكم ولا مش عارفه داو يبان لكم. راهو اصفر تاع البنان تاع اللون تاع البنان، راح الاورانج مي راهو صفر، تما لازم تزيدوا له اكثر من هكا باش يخرج لكم شباب. هاي لك الشعره راهي صحيحه بما انه شعر طبيعي سي نورمال. شوفوا راهو اصفر تاع البنان، ثم زيدوا تخلوه فوق هكا كي تمسحوا اللون هكا تعرفون راكم واصلين. مهم راح لنا اللون البرتقالي اللي فيه. شوفوا البنات كيفاش راه يبان لكم هكا بالبرودوي، راه يبان لكم في الكلاخ. ما درتش الفلاش نسيت مي معليش. المهم نحو شعره ها هكا راهو في صفر الكلاخ. مي هكذاك وكي تغسلوه
يبان لكم شوية صفر على هكا، اللون يحمق على هكا يعني، باش تعرفوا برك كيكون بالبرودوي يهفكم، تحسبوا نتوما راهو كلاغ وخرج، وهو كي تشلوه تلقاوه مازالو شوية صفر. المهم كيما هكا تقدروا ديروه في الدوغي، ترجعوا لي مش بالغانساش في الدوغي، والبلاتي من المستحسن تخلوه شوية على هكا. المهم انا حنغسله ونولي لكم. ما على باليش الى ويبان لكم، راني بالفلاش. المهم هذا اللون قلنا يكون برتقالي على نحاسي، قولوا مثلا خرج لكم ليماج هكا على برتقالي على نحاسي، كيفاش تستعملوا معاه. وهنايا هو صراحه ماهوش يبان مليح، لاخاطش ما فيش كاع اللون البرتقالي، راهو اصفر باهت ماهوش يبان مليح. المهم هادو ما حنستعمل لكم فيهم الرنساج. كيفاش نستعمله الغنساج؟ الاول اللي حنديره لكم هو لو بلون كلير ساندري، هاوليك 8.1. هي من المستحسن يكون عندكم لو بلون ساندري، من المستحسن، لان مدام انا ما عنديش حندير لكم لو بلون كلير ساندري. وعندنا تاني لو شاتان كلير ساندري هذا، ونستعملو لو فان فوليوم، هاوليك نستعملو دايما في الغنساج نستعملو لو فان فوليوم، من الاحسن باش يشد لنا مده الصبغه اطول وقت ممكن، باش تشد لنا اطول وقت ممكن تاع الرنساج يشد لنا على الشعر، احسن من لو 30 فوليوم. ونستعملو شامبوان، اي شامبوان عندكم، اي شامبوان ما يكون عندكم، برك ما يكونش ماشي شامبوان تاع القشره، شامبوان تاع القشره نو ما نستعملوش. دوكا تك ندير لكم ونوري لكم كيما راكم تشوفوا. هذا درت لكم لو بلون كلير ساندري، هاوليك شحال درت. بون هاد الكميه اللي درتها نديرو هدايا البني الفاتح الرمادي هكذا ولا اقل من هكا، باش اللون خاطر يخرج لنا تمتم. هاوليك لو فان فوليوم، هاوليك كلش قدامكم راني ندير ها لو فان فوليوم. هدايا الرنساج هاوليك لو فان فوليوم، درت لو فان فوليوم بالتقريب نفس الكميه، فهمتوا يعني بالتقريب نفس الكمية، باش هدايا الخصلة اللي خرجت لكم هدايا، يعني اذا لي ماش خرجوا لكم على نحاسي او برتقالي، يعني برتقالي بزاف، من الاحسن ما تديروش الغنساج لخاطش ما يروح لكمش بسرعة، من الاحسن تصبغوا فوقهم، خاطش مام لو كان تديرو غسلة زوج يعاود تمتم يبان لكم هذاك اللون. من المستحسن تديروا تصبغوا بهاد الصبغه اللي قلت لكم عليها. واذا كان عندكم شامبو البنفسجي تقدروا تضيفوا قطره منه، من المستحسن تاني. الاوكسيدون نفس الكميه تاعهم، دوك نخلطهم ونديرهم الخصله هذه. كما قلت لكم هذه الطريقه ديروها فوق البوني، ما تنحوش بوني الشعر، هذا اللون يخرج لشعرهم غامق بزاف، عندهم شعر تاعهم اكحل بزاف، او شعرهم عنيد في الصبغه، ما ماشي سهل باش يستقبل ليماش. نديرو هدايا صبغه، من الاحسن ماشي غنساج، تصبغوا فوق البوني كما راكم تشوفوها، وليك اللون تاعنا بدا يفتح. المهم تكونوا قدام الماء وين تشلوا شعركم، كما انا راني حاطه هذه قدامي باش نشلل فيها، غير اللون يبان لي نروح نشلل يروح لي هذاك. اذا راكم شايفين كيفاش كان من الاول هكا، شدوا الشعره هكا بيديكم ما تخافوش قاعيتك، وشوفوا غير يخرج لكم اللون، تروحوا تشلوا غير يروح البرتقالي هكا، غير يروح البرتقالي تشلو لها شعرها. عاود نرجعها، هايلك البنات تمتم يخرج، هاوليك لازم يكون قدامكم الماء ها كيما قلت، هاوليك راح كاع هذاك اللون النحاسي والبرتقالي ها قدامكم راني نخدم، باش ما تسقسوني حتى اسئله وتعرفوا ديروا وحدكم. ها نشلوها قدامكم، هاوليك
هاوليك لو نخرج لنا بزاف شباب، ديروا معلومه في بالكم، هاد الصبغه يلزم لها السرعه، لاخاطش قد ما تبطا وقد ما اللون يولي غامق، يعني الا حبيتي غامق وكرهتي من اللي ماش تاني تقدري تستعملي هاد الطريقه تاع الصبغه وتنحي تنحي بهم اللي ماش توعك. هاوليك اللون بزاف شباب، دوك كي نشفه لكم يبان لكم مليح. ها راكم تشوفوا راح لكم كاع هذاك اللون النحاسي، ها ولا لون بزاف شباب. هاوليك البنات كيفاش ولا اللون، دوكي نشفه لكم يبان مليح. يعني الكميه تاع الصبغه للشعر كامل اذا درتي في شعر حبيت تنحي لي ماش راهم كاع برتقالي ولا ما عجبوكش، الشعر كامل ديري عبوه كامله تاع صبغه تاع اشقر فاتح رمادي، عبوه كامله وقيس اصبع تاع بني فاتح رمادي اشفاي، والا درتي فوق البوني تاعك ديري نصف عبوه تاع اشقر فاتح رمادي تكفيك، مع نصف اصبع هكا برك نصف اصبع تاع بني رمادي فاتح. اكتبوهم قاع هادو عندكم البنات باش تشفاو عليهم. هذا نخلوه تكوتي.